انفجار دراجة نارية مفخخة هنا في وسط مدينة عفرين، بالتحديد على طريق راجو ضمن السوق وسط المدينة. هذه الدراجة النارية انفجرت وسببت العديد من الجرحى. لمعرفة تفاصيل أكثر عن التفجير سوف نلتقي بأحد شهود العيان اللي كان موجود هنا أثناء التفجير. يعطيك العافية. في البداية يا ريت تحكي لنا عن التفجير، كيف صار بما أنك كنت موجود هون أحد شهود العيان؟ معلم الميتور كان صاف بجانب السيارة من الجانب الثاني، أنا كنت قريب من المنطقة من هون الميتور يعني، فكنت واقف عم نحكي يعني أنا وشاب ونزلت باتجاه المحل بدي يعني رايح بيصير العصر، فجوا المحل فجر صار الانفجار. لما صار الانفجار ما حسنا نطلع لبرا، صار في زحمة كثير عالم ويعني كانوا مددين المنطقة بالقصف يعني، فضلينا جوا. بعد شوي فهمنا انه في تفجير ميتور قريب من المحل يعني، طلعنا نشوف جماعة المحلات. الحمد لله كان يعني انه شهدت اصابة يعني وحدة انا شفتها يعني شاب يعني هو قريب من المحلات بس يعني، ولكن الحمد لله الدفاع المدني مباشر كان موجود هون، الشرطة المدنية كلها توجهت، ضبط امن المنطقة مباشرة يعني، ما كان يعني ما صار في خلل يعني. نعم، في الحقيقة تتعرض مدينة عفرين بين الحين والآخر إلى تفجيرات مماثلة كهذا التفجير وإلى قصف صاروخي. منذ يومين، منذ قرابة اليومين، تعرض جبل الخالدية بترندة إلى قصف من قبل المناطق التي تسيطر عليها قوات نظام الأسد، وقصد بقذائف صاروخية، والشرطة المدنية وقوى الأمن الوطني ضبطت يوم أمس عدة عبوات ناسفة معدة للتفجير هنا بمدينة عفرين. ماجد العمر، حلب اليوم، عفرين.